فضيلة القارئ الشيخ محمد صلاح عمير، وفضيلة القارئ الشيخ رجب عبد الرحمن، وفضيلة القارئ الشيخ سامي علي أيوب، وفضيلة الشيخ عادل أبيب. ونسعد الآن فضيلة الشيخ زكريا، وفضيلة القارئ الشيخ إبراهيم أبو حليم. نسعد الآن مع قارئ من أبناء محافظة الإسماعيلية، فضيلة القارئ الشيخ محمد عمران، يتفضل مشكورا. دعينا الله أن ينفعنا بتلاوته وأن يرزقه التجلي والتوفيق. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن
فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين. في آيات بينات مقام إبراهيم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر فإن الله غني ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. لله.
لله سبحانه وتعالى الحكمة والحجة البالغة أن جعل بناء البيت الحرام قبل نزول الإسلام، وبعد أن وضع البيت وهو أول بيت على الأرض كما قال نبينا الكريم وكما قال رب العزة في الآية الكريمة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وحين رفع قواعده ويرفع القواعد نبي الله إبراهيم ونجله نبي الله إسماعيل دعوا الله بالإسلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وكان كلما وضع حجرا قال سويا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. أيها الإخوة الكرام، أثناء التلاوة شرفنا القارئ المعلم فضيلة الشيخ محمد عبد الكريم، كما شرفنا بفضيلة القارئ الشيخ السيد أبو نجم. أما القارئ الإذاعي العلم بمصر والعالم الإسلامي صاحب الصوت الحسن والأداء الحسن فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن، شاكرين لفضيلته. وهيا بنا الآن لنعود إلى ساحة القرآن الكريم.